السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تشاركوا معنا من خلال أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض في حلقتنا. مشاهدينا الكرام، نبدأ دائما من الفقرة الأولى في الحلقة، فقرة المقاطع المتداولة. اشتكى نازحون عراقيون من أوضاعهم الصعبة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة الأمطار التي ضربت البلاد في الأيام الماضية، مع استمرار معاناتهم منذ 8 سنوات في ظل الإهمال الحكومي لأوضاعهم ولملف عودتهم لمناطقهم الأصلية. طبعا اجتاحت مياه الأمطار في الأيام الماضية خيام النازحين التي لم تحمهم من شدة المطر ولا من درجات الحرارة المنخفضة، في مشهد يعكس مدى تقصير وإهمال الحكومة والجهات المعنية لملف النازحين الذي مضى عليه أكثر من 8 سنوات. ناشد نازحون من مخيم عمرية الفلوجة لوضع حد لمعاناتهم وحل ملف عودتهم لمناطقهم في ظل نقص المستلزمات الكافية لمواجهة فصل الشتاء. لنستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. احنا نازحين من مخيمات العامرية الصمود، نرجع من اهل الرحم، اهل النخوة، اهل القيرة، اهل الشهامة، اللي عنده قيرة يجي على مخيم النصر. ما عندنا لا نفق، لا عندنا فراش، لا عندنا كل شيء ما يكون، لا عندنا ملابس، لا صابات. الجهانة جهانة، يعني ما حل كاتلهم البرد، ونرجع من اهل الرحم يجون علينا، يتوجهون علينا على مخيم النصر. يا ناس يا عالم، ما عندنا كل شيء، قاعدين لا حول ولا قوة، بها أرامل، بها متعففين، بها الناس كلها محتاجة. يا أهل الرحم، يا أهل القيرة، يا أهل الشهامة، تجون على مخيم العامرية الصمود، مخيم النصر، هل حالته تعبان، ونرجو منكم المعذرة والمعروف، وشكرا. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. يقضي مئات الآلاف من النازحين العراقيين شتاءهم الثامن وسط ظروف مأساوية في خيم مهترئة، مع افتقادهم لأبسط أساسيات الحياة اليومية وتلاشي آمالهم باقتراب عودتهم لديارهم بسبب دمار مناطقهم، بالإضافة إلى خوفهم من بطش الميليشيات التي تسيطر على مناطقهم مع عدم قدرة الحكومة على حمايتهم. طبعا أقرت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية أن النازحين في العراق يواجهون إذلالا وإهمالا واضحا، مؤكدة أن الكثير من المنظمات الدولية قررت إيقاف المساعدات المالية والإنسانية وإيقاف عملها في العراق ما فاقم من معاناة النازحين. أظهرت صور من داخل مخيمات النزوح في محافظة الأنبار حاجة النازحين الملحة لخيم تقيهم برد الشتاء وأمطاره الغزيرة، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيمهم المهترئة وتسببت في تشريدهم وفاقمت من معاناتهم، لا سيما طلبة الجامعات والمدارس داخل المخيمات. لنشاهد. كلية مرحلة ثانية، داوم كلية تربية البنات جامعة الأنبار. هاي هو هذا حالنا بالمطار، هاي كتبنا تنقعت، هاي فرشنا. شوف هاي الخيمة منها شلون، يعني رايحة منتهية. ترى هاي الخيمة صار لها 9 سنوات، هاي 9 سنوات هاي الخيمة، احنا من النازحين هاي راح ندخل السنة العاشرة. والله نحن 6 نفرات، ولا لو يعطينا حد. انت عايشة بهاي الخيمة؟ اي هاي الخيمة، هذا غراضي. كل نواة الصبح طلعتنا ردت ارجع. انت داجة المطر؟ غرقت لما مطرت الدنيا؟ اي والله غرقت، داجة ان شاء الله المطر. منين طبقكم المطر؟ داجة ان شاء الله المطر، انا نوم جهالي ما داجة ان شاء الله المطر من هنا. داجة داجة المطر. مشاهدينا الكرام، نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، حيث ناشد عدد من الأطفال النازحين من جرف الصخر في محافظة الأنبار ناشدوا أهل الخير لتوفير احتياجاتهم الأساسية بعد أن تخلت الحكومة عنهم وتركتهم في مواجهة الظروف المناخية القاسية. لنشاهد. الناشد الاهل الخيرين يجيبون لنا صوبات، يجيبون لنا نفط، يجيبون لنا ملابس. هسه الاطفال شنو حالهم؟ شوفوا هاي الاطفال حفاي ما عندهم نعل، يعني الناشد المحافظ يعني يجيب يوفر لنا صوبات، البطانيات، النفط، الريد، الملابس، يعني احنا كل شيء محتاجين، يحسبنا مثل والدك ورحم الله والدك. شنو هو؟ قماصر. تبقى قماصر؟ وانتي شو تريدين؟ شو تريدين؟ قماصر. لنستعرض سريعا مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع.
عادل عبد الهادي يقول: النازحون لا حول ولا قوة، وهم يدفعون ثمن فساد الحكومة وطغيانها وفشلها. تعليق من أيمن الهلالي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم من السياسيين الفاسدين الذين أوصلوا العراق إلى هذا الحال المأساوي. أحمد نزار يقول: البلد الغني صار مهزلة أمام أنظار العالم مع الأسف، الشعب الأصلي يعيش ضيفا في وطنه، ليس هذا فقط بل يعيش في المخيمات وهو غارق تحت الأمطار ويعاني للأسف. ضمن التعليقات من علي يقول: ستبقى قضية النازحين وظروفهم الصعبة ومعاناتهم وصمة عار في جبين الحكومة العراقية والساسة الانتهازيين وأحزابهم، لأنهم هم السبب في كل ما جرى ويجري على أبناء شعبنا. مشاهدينا الكرام، نستقبل بعض الاتصالات. معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، تفضل يا أبو عمر. يعني أستاذ محمد، إحنا نعرف في كل العالم أن الحروب إنه من تصير حرب إذا كانت مع دولة، وإذا كان أي أمر كان في دولتها. إحنا العراق إنه صارت حرب ومع حرب إنه دولة، يعني مقابل دولة حرب، هي ذات أهلية ذات طائفية اللي جابها المالكي وعوانه اللي جابهم دواعش، واللي سببه هم نفسهم السياسيين اللي قتلوا أبناء الشعب العراقي من موصل وديالة وبعقوبة والأنبار، كل هاي المحافظات اللي هي سببها المالكي وعوانه وكل أعضاء حزب الدعوة وقيادات الأحزاب سلطة الحكم اللي حكموا العراقيين. هذا ما يعتبر انه معركة بين ابناء شعب، هاي يعتبروها معركة طائفية ضد ابناء الشعب العراقي، والدليل الواضح اللي صار اكثر من 8 سنين او 10 سنين اللي شعبنا وناسنا اهلنا من انبار من جرف الصخر من كافة المحافظات اللي قاعدين يشتكون من البرد بالشتاء والحر بالصيف. هذا دلالة على يثبت بأن الحكومة ليس لها حب للشعب العراقي وليس له إلها سيادة، بأنه على حفظ الأرض وحفظ شيوخنا وحفظ يعني كافة الأمور اللي شاف بها النازح، ولازم أنه أن يكون لها الدولة أنه تحترم المواطن، لأنه إذا الدولة ما تحترم مواطنها المواطن أيضا ما يحترم. طيب الدولة. طيب أبو عمر، سؤال سريع، هذه الأموال التي قالوا أنهم خصصوها للإعمار، إعادة إعمار المحافظات المنكوبة، وين راحت هذه الأموال برأيك يا أبو عمر؟ المفروض إذا أعطوا أموال هي تتخصص للنازحين أو إعادة بيوتهم أو إعادة كل الأمور اللي ما فقدوه من أثناء الحرب اللي كان اللي ما يقول عنها عن داعش. المفروض أن يحاسب عليها رئيس الوزراء ومن لجنة النزاهة، أن تكون هاي الأموال أين سرقت وأين بيخذت وكيف يعني شعروا وش أمروا وش بنوا النازحين، يا ترى هل رجعوا؟ ما زالوا النازحين موجودين في الخيام إذا كان بردي وإذا كان عمرية الفلوج لحد الآن موجودين. فالأموال اللي قاعد دفعوها سرقت راحت بجيوب القيادات ومنشيات زعمات هاي السلطات اللي حكمت العراق. فللأسف احنا ما عندنا رئيس وزراء ان يتابع هذا الامر ويحاسب على الاموال اللي جايده تروح بانه صرفت للنازحين والنازحين انه رجعوا لديارهم. كل هذا يعتبر انه سرقه اموال الشعب العراقي ويضحكون على الشعب العراقي. شكرا ابو عمر، نعم وصلت الفكره. انا اشكر حضرتك للمشاركه. نستمر مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه وننتقل الى ملف القطاع الصحي. يعاني القطاع الصحي العراقي من تراجع كبير في الخدمات التي يقدمها إلى المواطنين ومن ترد كبير في الخدمات الطبية، كذلك أيضا هناك نقص كبير بالأدوية، ويتحمل المراجعون كافة المستلزمات المادية لشراء الأدوية من الصيدليات الخارجية بمبالغ عالية جدا. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لوالد أحد الأطفال انفجر غضبا خلال نقله لابنه إلى مستشفى بعد أن تعرض لجرح في ساقه، ووجد أن هناك غياب للمستلزمات الطبية البسيطة وفي مقدمتها الخيوط الطبية لعلاج الجرح. لنستمع. السلام عليكم يا ناس تعشف الضيم، يا وزير الصحة، يا رئيس الوزراء، يا عالم، الساعة بالوحدة وطفل شقت رجله، شوفوها، شوف رجله، يقول لي ما عندنا، يقول لي ما عندنا خيط الخيطة،
مستشفى ما بيها خيط خيطونه، لعدين مكظين الوزارات تجيبون نعالات، نعل على ابو الشريف بيكم. وين اود الطفل البليل؟ وين الطوجهي؟ خيط بمستشفى ماكو، نعل على ابو شريفكم. ننتقل الى مقطع اخر مشاهدينا الكرام في هذا الملف. ناشدت طفله تبلغ من العمر 10 سنوات من محافظه البصره، ناشدت وزارة الصحة لتوفير العلاجات الخاصة بمرضى الثلاسيميا بعد انقطاعها من المستشفيات الحكومية منذ 4 أشهر وعدم مقدرة أصحاب الدخل المحدود على تأمينها، إذ يبلغ سعر الدواء نحو 200 دولار في الصيدليات الخارجية. لنستمع. السلام عليكم، أنا اليوم ما طلعت ناشد، طلعت أحكي. أنا مدير صحة البصرة ومحافظة البصرة، صارنا 4 أشهر ما موفرين العلاج، وفرت ناشدت على الكبسول ما وفرتونا، ناشدنا على القطرات ما وفرتونا. يا مسؤول ليش تكذب علينا؟ احنا من الصف الأول قالوا لنا حرام الكذب، دول العالم كلها بيها علاجات وهنا بس في العراق ما جاي يوفرون العلاج. ليش الناشد حقوق منظمة الإنسان والناشد الأمم المتحدة أن تتدخل؟ إن أطفال شنو تلبني؟ رح نخسر حياتنا، وإذا صار بينا شيء أنتم السبب. ننتقل مشاهدينا إلى مقطع آخر في هذا الملف. تعد مشكلة انفلات أسعار الأدوية وأجور كشف الأطباء فضلا عن المختبرات الطبية من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين الذين لا تسعفهم إمكانياتهم المادية بتوفير الدواء والمستلزمات الطبية الأخرى. خلال السنتين الأخيرتين تصاعدت تسعيرات مراجعات الأطباء في عياداتهم الخاصة بشكل غير منضبط، فكل طبيب يحدد التسعير التي يراها مناسبة له. وترد إلى نقابة الأطباء والصيادلة مئات الشكاوى من قبل المواطنين بشأن الكلف العالية للمعاينة في عيادات الأطباء الخاصة وإجراء التحليلات المختبرية، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية بالصيدليات. هذا المواطن الذي سنشاهده بعد قليل في المقطع الآتي سجل مقطعا وروى ما حدث معه ومع والدته حول ارتفاع الأسعار. لنستمع. والدتي مرأة مشلولة، وديتها وما عندي وحالتي تعبانة، وديتها يعني انصدمت صراحة بالتحاليل اللي كتبوا لي اياها. اقل تحليل ب 750 الف دينار، هذا قدامكم هاي التحاليل، وبالقوة ام المختبر قالت راح هذا على حسابي، التحليل المؤشر بالاحمر قالت على حسابي راح اسويه زين، وهذا السعر 750 الف دينار، وهي مرة مشلولة وما عندنا. هاي التحاليل شقد؟ 250 ألف، هاي التحاليل 250 ألف دينار، وهاي التحاليل 300 ألف دينار. يا شرفاء الشريف بالعراق وينكم؟ وينكم عن هذا الظلم؟ الفقير منين يجيب؟ يعني الأطباء هيك استفحلوا علينا؟ الله أكبر، يعني شلون؟ هسه رجعت، والله رجعت تبكي، وحق لا إله إلا الله رجعت تبكي، لأن ما بس اعطيت كشفية ورجعت تبكي. بس كشفية انطيت 35 ورجعت قالت يما ما استفاد هالشي، قلت لها ما شو نسوي؟ 1.5 مليون بس تحاليل. زين الفقير منين يجيب؟ يروح يبوك يا سيد رئيس الوزراء؟ الفقير يروح يبوك؟ يعني منين نجيب؟ مشلولة مرة مشلولة، تحاليل الله يقبلها 1.5 مليون بس تحاليل، هاي التحاليل ب1.5 مليون تقبلوها يا عراقيين؟ تقبلوها هاي الأطباء 1.5 مليون بس تحاليل؟ نعرض لكم مشاهدينا سريعا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. حجي الصالح يقول: أعلى أسعار وأسوأ الخدمات واستغلال رهيب في القطاع الصحي بالعراق. حسن حميد يقول: طبعا ما يخلون أسعار، لأن هذا كله بصالحهم حتى يقدرون يفرضون زيادة فاحشة على سعر الدواء ويستغلون حاجة الناس. علي يقول: مصانع الأدوية أغلبها عاطلة عن العمل، الاستيراد هو من حصة الأحزاب الحاكمة، وأغلب المستورد هو أردأ الأنواع وبأغلى الأسعار. ضمن التعليقات سليم يقول: الاستيراد يعيش أيامه في قمة الفوضى، ليس فقط في مجال الأدوية وإنما في كل المجالات من مواد غذائية، سجائر، مواد تجميلية، ناتجة من الفوضى السياسية التي لا شبيه لها في كل العالم. معنا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم الاذاعه الوحيده ظلت متنفسه معاناه الشعب العراقي. نتشرف بهذا الشيء الحمد لله. رحم الله والديك. الله يسلمك. ما يوجد بالصحه لو الديوانيه تفتر مستشفياتها ارقى مستشفيات الديوانيه حب جعراس ما بيها. اللي يسوي الدوله اللي يسوي لعبه بالبصره بمليار ما يقدر يجيب ادويه. زين انتم تحرمون اكل الفاتحه وتحللون اللعبه بكيفكم. يعني اللعبه بمليار تحللونها. اكل الفاتحه يكلفوا بالفاتحه مليون دينار تحرمونه على حرام يقلك عوائل فقره. من يا باب انتم من يا دين انتم. يعني الديوانيه الشطوط مالتها اللي يشرب من الصرف الصحي. والله نشرب من الصرف الصحي، الزراعه ماكو. الفلاح شرد. لا تزرع. وكهرباء تقصونها وتدفع لنا 5 ملايين ويدبونها بالسجن، والموظف ياخذ 5 ملايين ويبوك وياخذ رشوه. هو العراقي اللي حقك وطلعت، مو احنا جبناك من البيت، انت دقيت صدرك للتيار وللاطار، وقلت انا راح اكافئ وانقذ الشعب العراقي، طلعت أسوأ من الكاظمي. سيد ابو علي 20 سنة قطاع الصحة بيد الاحزاب، وتناوبت على السيطرة على وزارة الصحة احزاب مختلفة، تيار الصدري، حزب الدعوة وغيرها. شنو اللي قدموه للقطاع الصحي؟ اليوم بدنا نسمع ونشوف مثل ما شفت حضرتك قبل شوية او سمعت، ناس ما عندها القدرة انه هي تدفع تكاليف العلاج، والمستشفيات غير مهيئة وغير مجهزة بالمستلزمات الطبية، دواء ماكو، أبسط الأشياء اللي هي خيط طبي لتضميد الجراح أو لتخيط الجراح ما موجود. طيب اللي ما عنده وين يروح؟ شلون يتعالج؟ أما الله شاهد علي قبل 10 أيام جاء واحد من جماعتي صاحبي لمرض سرطان رأس 400,000 أنا ما عنده قطع، أعطيته 50,000 قطع راح بدون علاج توفى صار له يومين، الله شاهد علي إلى يوم الدين هذا. نعم. والمليارات عند الدولة إلهم ولأحزابهم، حزب الدعوة اللي يموت من عنده بكتلة صدام يعين 20 بالدوائر مالته، وبنفس الشغلة يعني اعطونا كان يعطيهم صدام بالثمانينات الكهرباء والصحة من أرقى من أجودين الكهرباء والماء والصحة كان يعطيهم مجانا. نعم. دوروا أحسن من عنده. أنتم طلعتوا أسوأ من صدام. لا صدام كان ياخذ ارقامنا، انتم اخذتوا ارقامنا واخذتوا مالنا ولفطنا وسلبتونا تسليم مال. لا بارك الله بكم، تحرمون بكيفكم وتحللون بكيفكم. شكرا. نعم انا اشكر حضرتك السيد ابو علي من الديوانيه، وصلت الفكره. من معنا متصل؟ السيد ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا ابو عبد الله. الله يسعدك استاذ العزيز. حياك الله، اهلا وسهلا. ايه قل له ابو علي شو النوب ترفع عن نوبتك بس شنو قصتك؟ شلون؟ من باب تقول بثمانينات احسن. اي ابو علي بثمانينات يقول احسن وقت صدام احسن، وهذا النوب يحكي على صدام. هو شوف سيد ابو عبد الله، هو الى وجهه نظر بمن حكم يقول انه فتره صدام شاف بها ايجابيات وشاف بها سلبيات، انتم صيروا احسن من عنده. صيروا احسن من عنده، شو صرتوا اسوء من عنده؟ وعدتونا وعدتوا العراقيين بالخير وجيتوا بكتوا البلد. من عنده حبيبي احنا ما نقول سوء من عنده حبيبي، تاج راسي انت. انت مو هذا الشعب متقلب، هل يجي صفق له؟ ها؟ هل يجي صفق له؟ انت من زين انت حجبرك، انت صيحت المالك المالك، صيحت الجعفري الجعفري، الكاظم الكاظمي. وهي يجوا عصب طيب هو هذا. شوف شوف سيد ابو عبد الله، حتى لنجر الموضوع الى ايه؟ الى مصادره اراء. هو الرجل الى رايه ايه؟ والى وجهه نظره، الى هذا الراي يعتقد بانه الحاليين أسوأ من السابق، رغم عنده ملاحظات على نظام صدام حسين، لكن هو في النهايه يقول هذاك النظام وفر لنا المستلزمات الاساسيه، كان عندنا كهرباء وصحه وتعليم مجاني. تمام. اليوم احنا دا نتكلم عن المستشفيات والقطاع الصحي ضمن المواضيع اللي نطرحها. رأيك بوضع المستشفيات الحكومية وشلون تتعامل الصيدليات والعيادات الخاصة مع ذوي الدخل المحدود؟ أستاذ العزيز، لا تقولون حكومة ولا تقولون صيدلية ولا تقولون مستشفيات، هي جت إيران. هذول البرلمان، لا تقولون برلمان، قولوا هذول عمال خدمه، موظفين خدمه ماكو. الايران واتباع ايران، هذول موظفين عند ايران. سوي كذا سوي كذا، تكفشها من برلماني الى مدير ناحيه.
الى اصغر موظف. ومن يتمرض يعني من يتمرض واحد منهم او يصير عليه شيء ازمه صحيه وين يروح يتعالج؟ هاي يتعالج برا عمي حبيبي السادي، يطلع برا ماكو، يطلع بفلوس العراق. ابو الله لا يوفقني، من الله لا يوفقه ان شاء الله، والله لا يخليه، الله لا يبارك بوجهه. طيب انا يعني اشكرك سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه. ننتقل الان مشاهدينا الكرام من القطاع الصحي الى قطاع الكهرباء. ملف الكهرباء ملف متأزم في العراق، وبوتيرة متسارعة تتصاعد الأزمة في العراق، أزمة الكهرباء، مع استمرار الانقطاع شبه التام وانهيار أجزاء واسعة من المنظومة الوطنية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في مشهد جديد غير معتاد، بعد أن اعتاد العراقيون سابقا على انهيار المنظومة الكهربائية في الصيف فقط، هذه المرة في الشتاء أيضا. في محافظة صلاح الدين اشتكى مواطن من غياب الكهرباء منذ أيام، وتفاقم معاناة سكان المحافظة في ظل حاجتهم للتدفئة والمياه الساخنة للاستحمام مع الأجواء الباردة التي تعيشها البلاد. لنستمع. بشرفكم شايفين بلد بال 2023 ما بكهرباء يا أخوان؟ يا سلام الله، والله ما صايرة. لا محمد يرضاها، لا الله يرضاها، لا الصحابة يرضونها، والله ما حد يرضاها يا سلام الله. قسما بالله العظيم صلاح الدين ما بها كهرباء، خلاص تجينا باليوم ساعتين 3 ساعات بس زايد، ما غير هذه ماكو، خلاص والله العظيم صار لنا اليوم الثالث أنا دخلته فلا سبحان، الله يقبلها اليوم الثالث أنا ما سبحان. ليش كهرباء ماكو تاي حمل جيزر؟ اتحكي فيه المسؤول يقول لك والله هذا التجهيز، زين شنو هذا التجهيز وباقي المناطق منورة؟ ليش يابا؟ ليش بس قولوا لي ليش بس فهموني، شنو احنا مثلا يعني عبيد يمكم؟ خايفين ما نقدر نسولف؟ دمرتونا؟ هذا قضاء بيجي قسما بالله العظيم يا اخواني، قسما بالله العظيم الكهرباء تجي بالنهار ساعتين وتجي بالليل ساعتين، والله العظيم غير هذه ماكو كهرباء، وصار لها اليوم شهر، شايفين كهرباء اليوم صار لها شهر، تجي خط وخط بثلاثة بالليل، جيبة الرفيس، جيبة البلايس، تعال حول، مدري تنتي، مدري تجمد على هالبورد، وانك ما تحشك وراها، خلاص يصير هذا الحكي؟ يا عمي والله دمرتونا، والله شلعتوا قلوبنا، من الله يشلع قلوبكم ان شاء الله، من الله يطلعها بجهالكم ان شاء الله، من الله يذلكم ان شاء الله. نبقى مع ملف الكهرباء مشاهدينا الكرام، وننتقل من محافظة صلاح الدين الى محافظة ديالى، اذ شهدت ناحية جديدة الشط تظاهرات قطع على أثرها الطريق بين بغداد وبعقوبة من قبل أهالي الناحية، احتجاجا على تردي واقع الكهرباء الذي يصل بموجبه لعشرين ساعة قطاع يوميا، وسط مناشدات لزيادة ساعات تزويد الكهرباء. طبعا شيع أهالي الناحية نعشا رمزيا للكهرباء، ورددوا هتافات ضد الحكومات المتعاقبة بعد عجزها عن تأمين استمرار التيار الكهربائي بعد 20 عاما من السرقة والفساد. لنشاهد. أظن المسؤولين ما يدرون بجد إلا ما الكهرباء، ويسار شهر ما عندنا كهرباء، يجينا ساعة عمي والله اليوم راح نعلم أغسل أماكم ويحار، صار 7 أيام مسابح عمي، صار 7 أيام مسابح عمي، لا نسمح لجهالي واحد من عندهم عمي المسؤولين وين؟ المسؤولين وين؟ نايمين قاعدين، نايمين قاعدين عمي، نايمين قاعدين. نستعرض سريعا مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أم يوسف تقول الله يساعدكم والله على سالفة الكهرباء، يعني الوضع مأساوي. لدينا تعليق من قاسم يقول قطع الكهرباء عملية سياسية بحتة لها دور في إذلال الشعب، ماكو أي وزير بخير، وأي واحد يقول تصير الكهرباء فهو كذاب. تعليق من عبد القادر يقول كل مرة من يصرح المسؤول راح نصدر كهرباء من الكاظمي أو السوداني، يصير انقطاع أكثر من التوصيل. ولدينا تعليق من أم علي تقول أدري إلى متى إحنا نستورد كهرباء من الدول ونبقى تحت رحمتها، ليش ما تجيبون شركات تنهي مسألة الكهرباء؟ معنا السيد ياسر من محافظة صلاح الدين، تفضل يا ياسر حياك الله. السيد ياسر من صلاح الدين،
ياسر ما موجود يبدو. طيب ناخذ السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا نعرف ان مشكلة الكهرباء بالعراق هي مشكلة سياسية، والغاية من عندها في سبيل العراقي ظل يحتاج ان يستورد الكهرباء من جارة السوق ايران. هذا شغلة رئيسية. ولا انت هسه مثلا الكهرباء ووزارة الكهرباء كل الوزراء اللي عملوا على هاي الوزارة انصرف لهم ميزانيات مخيفة، يعني أكثر من 80 مليار دولار صار لهم 18 سنة تقريبا اجتهم. هاي الأموال تقدر تبنون بها محطات رئيسية بكل العراق، يعني يبنون موال توليد الكهرباء الضخمة بالجنوب بالغرب بالشمال في سبيل احنا نستغني عن استيراد الكهرباء، وما حد يعطف علينا سواء من الخليج او الاردن او ايران في سبيل بيعنا الكهرباء. لكن هذا الملف قائمين عليه هو حزب الدعوة، وما يريدون العراق ينهض بقطاع الكهرباء نهائيا. نبقى احنا محتاجين والازمات موجودة، وايضا اكو نوب ملفات فساد هو المواد اللي يبيعوها مثل المشتقات النفط والمولدات اللي موجودة القطاع خاص للاهالي. هاي الملفات يصرفون لها اضعاف مضاعفة مو مثل ما هي موجودة على واقع الحال. يعني المولدات اللي يصرفون لها الغاز تلقى يسرقون اضعاف هذا الكمية، وعايشين على كلها سرقات وفساد. أما أن يتقدمون بقطع الكهرباء نهائيا ما ببالهم هذا الموضوع. وعدوا بتصديرها بالسنوات اللي فاتت كل كذب. هسه اذا اكو نزاهه واكو مفتشيه بوزاره الكهرباء، هاي المولدات اللي جابوها تعمل على طاقه النفط الاسود وغيرها كلها كذب. كلها كذب، مجرد انهم يسرقون مشاريع فاشله. المفروض هم كانوا يتعاقدون مع المانيا والدول المتقدمه بهذا المجال الكهرباء في سبيل يصير عندنا اكتفاء ذاتي من الكهرباء. كل وزير يجي وكل حكومه تشكل يقول احنا راح نصدر الى دول الجوار كهرباء، وتطلعت كلها كذب في سبيل يسرقون ويظل. طيب. هذا هاي الطاقة احنا نستوردها من ايران، هاي الرئيسية يعني. هذا هو يعني شكرا. ان نعم. ايران تبيع لنا كهرباء. وصلت الفكرة، اشكرك سيد صباح من بغداد، ويانا السيد علي من بغداد ايضا، تفضل يا علي. مساء الخير. مساء النور. الله على هالنور اللي دائما ينور هاي الشاشة الراقية الطيبة. الله يحفظك، الله يسلمك، حياك الله. الانسان اللي دائما يزهو بوجه النور هو هذا الوجه الطيب. الله يبارك والرفاعة الراقية. الله يسلمك، تفضل يا سيد علي. طبعا عن الموضوع عن الكهرباء. نعم. والله العظيم يا أستاذ هي كلها حرب نفسية. كانوا قبل يحشون على صدام حسين الله يرحمه من طفل الكهرباء ساعتين يحشون ويذمون وكافي ولا تحشون. نعم. يولوا مهسمة تحشون على الكهرباء اللي ينطوها هسه احنا بالعظمية. والله العظيم والله العظيم يكون واحد يطلع يحكي من بغداد الشاب الحجي يطوك يا ساعة ساعة ونص يطفوها ثلاث ساعات حتى في سبيل ينفعون ابو المولد الديزل. وهسه الامبير ب 15 وهسه احنا الجو شتاء زين، باكر عقبه بالصيف بيش ب 40 بالخير ان شاء الله ولا ب 35. ومنو اللي عنده يدفع؟ يعني والله العظيم ب 15 الامبير قسما بالقران. نعم. الله شاهد ايش لكاني من يعني من بغداد من العظمية من شارع عمر الله. نعم. شاهد ب 15 هسه الامبير صار له شهرين يعني مو عيب. طيب اللي ما عنده يدفع للمولده وماكو وطنيه شلون يعيش؟ على قوله هذا يقطعوها عليه والله يقطعوها عليه. نعم. للمولده قسما بالقران يقول له هذا غيرك وين ما تروح اروح. شلون عندهم اسلوب؟ نعم ما شاء الله شلون عندهم اسلوب. ما احكي لك راسهم يملصون الواير مالته ويطفون الجوز عليه والله محمد علي وياك يقولوا ليش طق طق. نعم زين استاذ اللي ما عنده شلون؟ انا دا اسالك واسال المشاهدين هسه اللي يتابعون هاي الاذاعه اللي يشاركون بيها. نعم. شلون زين اللي ما عنده فلوس؟ اللي قاعد اجار والله العظيم بالقران ذله قسما بالقران قسما بالقران حاجيك استاذ ذله واهانه. مو بس ابو صلاح الدين ترى ما عنده كهرباء، ابو بغداد. صحيح. ما عنده كهرباء. صحيح. قسما بالله العظيم دا حاجيك. نعم. يعني مباشره انا هسه دا اسمع الحكي لان انا دائما اتابع الرافدين فمنبركم حر واضح بدون تغطيه وبدون يعني بدون جفه منبركم واضح يعني يحكي صريح بعبر الصراحه. نعم. وانا دائما اشارك وياك ويا حضرتك ويا استاذك كل الهلا بك سيد علي. يعني ابن هاي ابن هاي الرافدين انا ابن هذا المنبر الحق صحيح. نتشرف يعني نتشرف بك سيد علي. ما منبر حر
وصحيح ونظيف انا ما شارك بهاي الاذاعه لانه الاذاعه واضحه وطيبه. الله يسلمك الله يسلمك. اشكرك سيد علي، شكرا جزيلا طبعا لحضرتك للمشاركه ولهالكلمات الطيبه. نتشرف حقيقه بمتابعتك ونتشرف بك متصل وبكل المشاهدين الكرام. مصر أبرمت اتفاقية سابقة طبعا مع شركة سيمنز الألمانية، كلفت الدولة المصرية 6 مليارات دولار أمريكي، كانت تقضي هذه الصفقة بإنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية عملاقة، تكفي الواحدة منها لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتصل إلى 15 مليون منزل بكلفة 6 مليارات دولار أمريكي. والعراق أنفق بحسب وزارة الكهرباء وبحسب الأرقام الصادرة من الحكومة أكثر من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء. ونسمع الآن ونرى هذه اللقطات اللي شفناها طبعا، وأيضا المشاهدين الكرام هذه المأساة التي يعيشون فيها. ننتقل مشاهدين الكرام إلى موضوع آخر ضمن الملفات التي نناقشها في هذه الحلقة. في خطوة جديدة تعكس أطماع إيران وسياساتها التوسعية على حساب المنطقة، أعلن اتحاد كرة القدم الإيراني رفع شكوى إلى الفيفا بسبب استخدام اسم بطولة كأس الخليج العربي في بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة. يشير إصرار إيران على تسمية الخليج بالفارسي إلى عصبيتها القومية وحجم عدائها لدول المنطقة وفقا لمراقبين. في غضون ذلك رد مدير أبحاث آثار ذقار الأستاذ عامر عبد الرزاق على محاولات إيران تسمية الخليج بالفارسي بدلا من العربي، واستعرض الأسماء التاريخية وأثبت عربية مياه الخليج. لنستمع. قلقامش تعتبر رحلته إلى دلمون إلى الخليج العربي إلى اللي هي الآن مملكة البحرين إلى دلمون للقاء بأوتونابشتوم بطل الطوفان السومري، منين انطلقت؟ أتت من الوركاء إلى ميناء البصرة عبر الخليج العربي. يعتبرونها علماء الآن، علماء الآثار الأركولوجية، أنها أول رحلة بحرية مدونة في التاريخ. منين انطلقت؟ من ميناء هذا الميناء الذي يقع على المن على الحضارة السومرية، وكان يسمى بأسماء مختلفة من ضمنها البحر السفلي، من ضمنها بحر شروق الشمس، من ضمنها النهر المر، من ضمنها بحر الكلدان، من ضمنها يعني عدة تسميات وعدة أدوار مر به هذا الخليج اللي هو يعني سمي بخليج أيضا خليج عمان وخليج البصرة وخليج القطيف. هذه التسميات قبل آلاف السنين كانت هنا تسمية لأهل هذه المنطقة. فما حد يزاودنا، ما حد يزاودنا على أصالتنا، وما حد يزاودنا وما لها داعي. يعني صراحة ما لها داعي، لأن هاي البطولة انطلقت بالعراق، مهد التاريخ ومهد الحضارة. هذا الخليج خليجنا، وهذا البحر بحرنا، والعرب والتاريخ كله إنه. وحياكم الله. نبقى في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشعبي في الأوساط العراقية والعربية بعد اعتراض إيران على التسمية، ووصل الحال بالشعراء العراقيين إلى تنظيم القصائد الشعرية ردا على محاولات تزوير الوقائع من قبل إيران وتثبيت احتلالها للمنطقة وتغيير هويتها. لأني لنستمع لجانب من قصيدة الشاعر العراقي سيف الدين المهنا قبل الانتقال لاستعراض التغريدات على وسم الخليج العربي الذي تصدر ترند تويتر ردا على الاستفزازات الإيرانية ومحاولات تزوير اسم الخليج العربي. لنستمع. الخليج الفارسي، الخليج الفارسي، كل عقلك تقول شو تريد بكلامك تعلى بايه؟ عرب جدنا محمد حاكم الكون، احنا الخاتمة واحنا البداية، بلسان العرب ربك خاطب الناس، بس بالفارس ما نزل لآية. او ترى بسيف العرب طبيتوا الاسلام، ترى بسيف العرب طبيتوا الاسلام، ابو الخطاب جركم للهداية، عدنا بكل كتاب اسماء وشهود، او عدنا بكل حرب مرفوع راية، صلاح الدين والقعقاع وهواي
قاد احنا صدق مو بالدعاية، تاريخ احنا ما ننقاس وياك، فرمندة وتظل عمرك وراي، فرمندة وتظل عمرك وراي. لنتابع بعض التغريدات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. حسين الغاوي يقول: خريطة الجغرافي جيراردوس ماركاتور عام 1577 ستجد اسم سينيوس أرابيكوس ويعني الخليج العربي باللاتينية، موجودة في مكتبة ستانفورد. حسين الشمري يقول: كأس الخليج العربي لكرة القدم، شاءت إيران أم أبت؟ خليجنا وشواطئنا وأرضنا وسماؤنا وشعوبنا. إيران تحتج على رئيس الفيفا لتسمية كأس الخليج العربي، أجل وش يسميه، خليج المجوس؟ أرض الأحواز العربية هي المطلة على الخليج وستعود قريبا لنا. لقاء مكي يقول: ليس لعروبة الخليج حاميا غير العراق، هذا قدر شعبه وقدراته، وحتى لو عبرنا 100 جيل فالماء والهواء والتراب سينتج ذات الصفات، لا جدوى من معاكسة أقدار الأمم ومواريثها. في تغريدة من مختار يقول: سياسات إيران ومواقفها في ظل حكم ولاية الفقيه اتجاه العرب تجعل من إيران دولة منبوذة من قبل الشعوب العربية أكثر من الكيان الصهيوني. سيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل حياك الله. يعني حقيقة على ملف الكهرباء أريد على خليج تعرف إنه خليج فارس يعني هيك خليج نظرنا فيكم. المهم إحنا نحكي على الكهرباء، أنا موقفي صار عندي شخصياً. 2010 كنت موفد إلى ألمانيا مع شركة جديدة اسمها، فطلبت من أحد الأشخاص بالشركة أن يسوي لنا لقاء مع شركة سيمنز على مود ملف الكهرباء. التقينا مع شركة سيمنز، تناقشنا وياه، قال أنا إحنا عندنا عالمية الواحد ميجاوات بمليون دولار. نسلمكم مفتاح يعني تردون 1000 2150. هاي فرحت، رجعت للعراق من خلال الوزارة، اتصلنا بالمسؤولين، فاجأت انه يردون كوميشنينج من الشركة. هذا الكلام بياسنة 2010. نعم، يردون كوميشنينج من الشركة سيمنز. شركة سيمنز تعطي كوميشنينج؟ شنو يعني انت تروح لازم تسوي عقد وياها وتجيبها تقول اعطيني نسبة لي؟ هذا المشروع راح. المسألة الأخرى، كنا معزومين عند موظف بسيط في أحد الجهات في تموز، فاجأت الكهرباء ما انقطعت ولا دقيقة. قلت لهم أخوان إحنا بالعراق، قالوا وي. قلت لهم شنو القصة؟ الكهرباء ما انقطعت ولا دقيقة، إحنا صارين قاعدين فوق الخمس ساعات. قالوا تجيب نسمع خط الطوارئ. قلت له هذا شنو هذا خط الطوارئ؟ قالوا خط الطوارئ 40 الأمبير الكل موظف من هاي الموظفين المسؤولين التابعين لي. يعني حتى بالكهرباء ماكو عدالة. ما يستحق المواطن العراقي خط طوارئ؟ اي نعم يستحق، ونص يستحق كهرباء. يعني سواء حتى بالكهرباء ماكو عدالة. والمصيبة الأخرى أنه المسؤول اللي ما يحس اللي ما تنقطع عنده الكهرباء شو راح يشعر بالآخرين؟ طيب. الله يكون بعون الشعب العراقي والملفات هواية، وأشكرك جدا. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة، ننتقل إلى فقرة أنت ترى. تظاهر المئات من خريجي كليات العلوم العاطلين عن العمل أمام مبنى رئاسة الوزراء في بغداد للمطالبة بإنصافهم في موازنة العام الجديد وتخصيص درجات كافية لتعيينهم. ووردت عبر خدمة أنت ترى صور لجانب من هذه التظاهرة التي انتهت باعتداء القوات الحكومية عليهم وتفريقهم بالقوة. لنشاهد. Thank you.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبدا بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نصل الآن إلى فقرة الهاشتاج. يشكو عشرات الآلاف من الخريجين القدامى ومن مختلف التخصصات من الإهمال الحكومي وعدم الاكتراث لأحلامهم في الحصول على وظيفة مناسبة للشهادة التي حصلوا عليها في ظل ارتفاع معدلات البطالة ووصولها إلى نسب كارثية وفقا لمراقبين. تفاعل مغردون مع وسم خريج قديم ضحية فساد 20 عام، تضامنا مع مطالب الخريجين القدامى الذين لم يحصلوا على أي فرصة للتعيين على مدار سنوات من تخرجهم بسبب الفساد وسوء الإدارة والتسويف الحكومي لمطالبهم. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نستعرض سويا بعض التغريدات. شيماء الناصر تقول: نحن خريجو السنوات السابقة، من مضى على تخرجهم 10 أعوام أو أكثر وعلى مدى حكومات تعاقبت على الفساد والتحزبية والمحسوبية والمنسوبية، تسببت بضياع حقوق الآلاف من الخريجين حتى كادت أعمارهم تصل إلى سن التقاعد، إضافة إلى نقاط المفاضلة المجحفة، كفاكم ظلما وتهميشا. رقية تقول: أنصفوا شريحة الخريجين القدامى، أعمارنا لا تتحمل التأجيل. وفاء تقول: 20 عاما من الظلم والتهميش بسبب الفساد وعدم التخطيط الصحيح، نحن من ضحى ونحن من دفع الثمن. في تغريدة أخيرة لدينا في هذا الموضوع، أسامة يقول: لسنا عاطلين بل معطلين، لم ندرس ونتعب لسنوات لنشقى سنوات أخرى، من حقنا أن نحيا بكرامة. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.